أطفال رواد مبدعون، هم بذور فكر وإبداع لاختصاصات متعددة من علوم وفنون وأدب. لو نستمر معهم في العطاء والتشجيع والدعم المادي والمعنوي، لابد وأننا سنصل إلى التقدم التكنولوجي والعلمي الذي سبقنا إليه بأشواط كثيرة. ومثل هؤلاء الأطفال في المجتمعات المتقدمة، السر في تقدمها. يا سادة يا كرام، يحكى أنه في قديم الزمان، سالف العصر والأوان، كره فقير نفسه من الفقر، ويأس من حياته البائسة وضجر منها، ولم يعد يعرف ماذا يفعل أو إلى أين يذهب. فلا أرض لديه ليفلحها ويزرعها، ولا شغل لينجزه، ولا أي حرفة له ليعمل بها فيطعم أولاده منها. هوني شو انتي ريادة بشو المادة؟ حكواتي، حكي قصص. الحكواتي انتي بتكتبي القصة ولا بتكون القصة جاهزة؟ لا انا بحكيها. بتألفيها من عندك؟ جاهزة وانا بحكيها. يعني قصة انتي بتكتبيها وقصة بتكون جاهزة معي؟ لا ما بنكتب قصص نحنا، بس بنحكيهم. كتابة القصص انه بتكون مع القصص، اما هي الحكواتي بس بنحكي نشرط قصص، وبيعطونا قصص جاهزة بنقراها كمان. انت بأي صف؟ انا بالصف السادس. كيف شفت الأسئلة؟ سهلة وحلوة وممتعة. انت بتحب اللغة الإنجليزية؟ اكيد، ما كنت دخلت وما كنت بحبها. كيف تهتم حالك بهالمادة؟ بحاول اسمع انجليزي، وبحاول ادرس بكتب غير حتى المنهاج التربوي، ويعني حاول قدر الإمكان استقطب من اللغة الإنجليزية. في كتير طلاب بيشوفوا هالمادة صعبة، أنت شو بتقولهم؟ هي مادة حلوة ممتعة أكثر من أنه هي مادة دراسية، فهيك واحد بحس حاله أنه استمتع لما عم بيدرس فيها ولما عم يكتب وبيقدم الفحص. عندك طموح بهالمادة مستقبلاً شو تكون؟ أكيد أكيد. أنا بحب أكون دكتور، بس بلغة المادة الإنجليزية، بالمادة الإنجليزية بصير يعني عالمي، ما بضل بس بسوريا، بصير عالمي وبرفع اسم سوريا إن شاء الله. كيف شفتي حالك بهالمادة؟ الحمد لله كويسة وسهلة كتير، وحبيت الأسئلة، ما في شيء صعب على الشاطر بدرس. حضرنا حالنا وكتبنا والحمد لله إن شاء الله ننجح. يعني إن شاء الله عم تهيئي نفسك لتكوني رائدة على مستوى القطر؟ إن شاء الله. أي بيساعدك بالبيت؟ أمي بتساعدني من أول ما كنت صغيرة، وبالمدرسة هيك بيسعوا معنا حتى نيجي يحققوا لنا آمالنا متطلباتنا الحياة. يعني مو من الصعوبة أنه يكون طالب مجتهد بالإنجليزي مثل مو مجتهد بباقي المواد باللغة العربية؟ هلأ الإنجليزي مادة أساسية لكل البلدان، وما رحتي كل البلدان بدرسوا إنجليزي، بدك تتواصلي مع حدا تتواصلي بالإنجليزي، والإنجليزي مادة كويسة لكل الأدبي والعلمي حتى تجي تطوري نفسك، فهي مادة كويسة وحلوة وممتعة. متفوقة باقي المواد مثل الإنجليزي؟ الحمد لله دائما في المراكز العليا. طبعا بتألف لجنة من موجهين لغة إنجليزية اثنين، وبعض المدرسين اللي عندهم خبرة، وطبعا نعيد الأسئلة، ولازم تكون على مستوى، لأنه رائد الطالب عنا يا رائد لازم تكون على مستوى مش عادي على كل المنهاج، منهاج الرابع منهاج الخامس والسادس على كل المنهاج. وفي عنا المهارات الأربعة تقاس، جود الطالب يقاس بالمهارات الأربعة، وبتجرى حتى الشفهي هلأ كمان، استماع وشفهي ومقابلة شفهية وكتابي وقراءة. كم رائد لازم يكون على مستوى المحافظة للغة الإنجليزية؟ على مستوى المحافظة رائد واحد، رائد واحد لازم. يؤهل لشو؟ لا على مستوى القطر، بتصير دائما بالشهر القادم أو اللي بعده في مدينة طرطوس على مستوى القطر. هناك رعاية خاصة بعد ما بيكون رائد هلأ تعبان على حاله، بعد هالمرحلة في حدا يعتني فيه بهالمادة هاي؟ هلأ هو شخصي، الاعتناء الشخصي طبعا بالإضافة للمدرسة، بالإضافة لمدرسة المدرسة، ودائما الأهل هن اللي بيهتموا بأطفالهم لحتى يأهلون أكثر وأكثر.
بالإضافة للمدرسة. يعني ما في اقتراح هلأ رائد هون بمادة إنجليزي أو العربي أو رياضيات يكون في جهة محددة حتى يعني أهله ليكون متميز بالمستقبل؟ طبعا لازم يكون هيك بقى، بس بعتقد بس يكون هو على مستوى القطر بيكون له أشياء. بس هلأ هيدي كلها هي ننقيس نحن الطلاب، ما بدنا نحملهم أكثر من طاقتهم. يعني هو الطالب يلي بيشوف حاله مايل لهالمادة بالمدرسة والأهل هن اللي بي دائما يتعبوا عليه. عندما نكتشف ومضى إبداع وموهبة عند أبنائنا يجب أن يتم التركيز عليها من الأسرة ومن ثم المدرسة، ويستمر التركيز والاهتمام ودعم تلك البذور الفكرية لتنمو كل منها بما تحتويه من طموح، لنخرج علماء أو باحثين أو أدباء ومفكرين. فمسابقة الرواد هذه تستقطب جميع الاختصاصات من كافة أنحاء محافظة اللاذقية لينطلق الفائزون إلى ريادة الجمهورية. ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل نتوقف عند هذه الاختبارات أم نستمر بحلمهم لنخلق منهم نور يشع على المجتمع كله ونوفر علينا سنوات من التخلف واستجداء خبرات الغرب؟
هذا الطفل المحب لمادة العلوم لو يتم تبنيه من جهات تربوية تعليمية قد نخرج منه طبيب أو عالم أو مخترع. مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ عبد الحفيظ. بأي صف أنت؟ خامس. أنت حاس حالك رح تكون متفوق بمادة العلوم وتكون رائد على مستوى القطر؟ نعم. شو ليش هيك واثق من نفسك بمادة العلوم؟ لأني كتير بحبه وكتير بجد على حالي بالدراسة. طيب هلأ شو في بإيدك؟ هلأ في عندي القلب. شو رح تعمل؟ بدي شرحه مقطع طولي. القلب هو عضلة حمراء لا إرادية مجوفة، فهي تعمل باستمرار كمضخة فتدفع الدم إلى كل أنحاء الجسم. يتألف القلب من 4 تجاويف، جوفان علويان صغيران هما الأذينان، الأذين الأيمن والأذين الأيسر. هذا هو الأذين الأيمن وهذا هو الأذين الأيسر، وجوفان سفليان كبيران يسمان بطينين، بطين أيسر وبطين أيمن. تبدأ رحلة الدم من البطين الأيمن، فيدفع عبر الدسام إلى الشريان الأبهر، ومن الشريان الأبهر إلى كل أنحاء الجسم، فيتبادل الدم مع الخلايا الجسم الفضلات وغاز الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، ثم يعود الدم عبر الوريدان الأجوفان إلى الأذينة اليمنى، ومن الأذينة اليمنى عبر الدسام ثلاثي الشرف إلى البطين الأيمن، ومن البطين الأيمن يدفع الدم إلى الشريان الرئوي عبر الدسام، ومن الشريان الرئوي إلى الرئتين، فتتم المبادلات الغازية مع الحويصلات الرئوية، فتأخذ الحويصلات الرئوية من الدم غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء اللذان سيخرجان مع هواء الشهيق، ويأخذ الدم غاز الأكسجين الذي ناتج عن عملية الشهيق. هاي التجربة كأنك هيك عم تتخيل حالك عالم أو باحث بمادة معينة، هيك طموحك أنت بالمستقبل؟ نعم. شو طموحك؟ أكون دكتور جراح. أو قد نخرج عازف أو موسيقار أو رسام عالمي. عم ساوي ساعة. شو الأدوات اللي عم تستخدمها؟ علب جيلي وعواميد من الكرتون ألوان رسم على السوشة. شو عم ترسمي هلا؟ عم رسم عروس ووراها علم سوريا. شو بتستخدمي الرسم على البلور؟ ألوان خاصة فيه وقلم، هذا القلم وقلم تولي. مرحبا شطورة. أهلين. شو رسمتي؟ رسمت رسمة تعبر عن الوطن. شو الألوان اللي استخدمتيها؟ أحمر وأخضر وأسود. عندك أمنية تكوني رائدة على القطر بمجال الرسم؟ نعم. تعملي دورات بالصيف؟ لا. مين بيهتم فيكي؟ أنا بهتم لحالي، بجيب ألواني وبهتم لحالي وبقعد برسم لحالي بالبيت. احكي لي أنت هون شو اشتغلتي؟ عاملة إنه الناس حاملين الشهيد عن حب الوطن، وهون الأمومة، الأم حاضنة ابنها. هذا التنسيق بس بالحصى بالبحث بتعملي؟ ايه، وبصير كمان ببقايا الطبيعة. أطفال مبدعون مندفعون بكل طاقاتهم ومحبتهم للحياة، تلك الطاقات تبهرنا إذا أرادوا بقدرتهم على التدريب والخلق. Thank you.
يريدنا أن نرحب بالرفيقة الرائدة على مستوى المحافظة بالموسيقى. مرحبا وأهلا بك. عم تتدربي على هالمجال كتير بالبيت؟ نعم. يعني عم تتفرجي، معناتها تقضي وقتك كله على التلفزيون تقلدي المذيعات؟ في أوقات الفراغ أشاهد المذيعين وأتدرب ماذا يفعلون، أدون ملاحظات وندرب على هذا المجال لكي أكون إعلامية ناجحة ومذيعة ناجحة في المستقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في موجز لأهم وأبرز الأخبار. الآن نبدأ في الخبر الأول، فقد تقدم الجيش العربي السوري وذلك صباح هذا اليوم في عمق ريف اللاذقية الشمالي. وبالانتقال إلى خبرنا الثاني، زار الرئيس بشار الأسد مدرسة أبناء الشهداء في محافظة حمص. أما في الخبر الأخير، فقد قامت حفلة موسيقية هزت جدران دار الأوبرا في دمشق العاصمة. كان هذا الموجز، بانتظار التفاصيل في النشر الرئيسة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. أنا أتدرب جيدا وبجد وبجهد لكي ترفع سوريا الحبيبة رأسها في، وأنا أشجع جميع الأطفال في جميع المحافظات أن يمارسوا هواياتهم ويتحدوا جميع الصعاب والإرهاب رغم جراح سوريا الحبيبة. مين بيساعدك بالبيت على هالموضوع؟ الفضل الأكبر لنجاحي هذا ووصولي إلى هذه المرحلة كان أهلي، فقد شجعوني كثيرا وكان لهم الدور الأكبر في وصولي إلى هذه المرحلة. ليش حابة أن يكون عندك ريادة بهالمجال؟ ليش حابة هالمجال؟ هذا المجال كنت أحبه منذ كان عمري 8 سنين، أحبه وكنت أدقق وأتابع جدا نشرات الأخبار في حين كان رفاقي يتابعون البرامج والمسلسلات. لابد من التركيز على هذه الطليعة الفكرية والفنية على مستوى كل محافظة في الجمهورية العربية السورية لكي نحافظ على هذه الطاقات المتميزة لتكون لنا رصيدا علميا في المستقبل.